مديرية التنشيط لديوان رياض الفتح، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 30 لاندلاع الثورة التحريرية، يقدم التلفزيون الجزائري ومباشرة من رياض الفتح حفلا تحت عنوان حركات موسيقية لفكرة سامية، وهو عرض في 3 لوحات من تأليف وترتيب وتوجيه الموسيقار الشاب صافي بوتلة، وبمشاركة عدد من المجموعات الصوتية والفرق الفولكلورية. تأليف النص والكلمات لعزيز الشواقي، أما الإخراج فهو لرشيد بن إبراهيم.